أشاد الأستاذ علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية بدور اللجان المجتمعية بمديريات العاصمة عدن وعملها المشترك مع السلطة المحلية في حل ومعالجة قضايا المواطنين. جاء ذلك خلال لقائه العميد علي النمري المدير العام لإدارة اللجان المجتمعية ونائبه العميد عبد الرحمن الشعوي، حيث اطلع منهما على دليل عمل اللجان المجتمعية الإدارية وآليته التنفيذية في مديريات العاصمة عدن والبرنامج التدريبي للأعضاء في مجال المشاركة المجتمعية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع عدد من الجهات المانحة.